في مثل شعبي بيتكلم عن الأصول والأخلاق، بيقول إن اللي ملوش كبير يشتري له كبير. وفي دول ملهاش تاريخ بتشتري التاريخ وتعرضه عندها لأنها مش محظوظة في تاريخها ولا ليها أثر في البشرية، أثر يصنع فارق أو يعمل تغيير. عشان كده الأمم اللي ليها تاريخ بتلاقيها دايما مستهدفة. لو بصيت لمتاحف أوروبا هتلاقي معظم الآثار اللي فيها مش آثار أوروبية، هتلاقي الآثار المصرية بتمثل النسبة الأعظم من أي معروضات في أي متحف مهما كان حجمه أو شهرته. المتاحف دي بتفتخر بعرض الأثر المصري القديم وبحيازته، وبتعمل له معارض وبتبني له متاحف، وفي مؤسسات تخصصها إنها تسرق آثار وتتاجر فيها. ده كان زمان. دلوقتي ليه تسرق الأثر لما ممكن تسرق التاريخ كله على بعضه؟ ودي مش نكتة، ده منهج وطريقة عمل حركة عنصرية اسمها الأفروسنتريك أو المركزية الأفريقية. الحركة ظاهرها رد حقوق الأفارقة أصحاب البشرة السوداء بعد عصور من القمع، ولكن باطنها قبيح وعنصري وبيسلب الحقوق وبينهب التاريخ. وبدل ما الزنوج في أمريكا وأوروبا يثوروا على اللي استعبدوهم لقرون، قرروا يسرقوا تاريخ الحضارة المصرية ويقولوا إن الحضارة دي بناها الزنوج وإنهم هم الأساس، وإن المصريين اللي عايشين على الأرض دي اللي هو أنا وإنت وحضرتك وحضرتك مستعمرين غزاة، لازم نسيب الأرض دي ونردها ليهم. يعني واحد جاي من أمريكا عايز يسرق تاريخي وتاريخ حضرتك ويسرق أرضك. ممكن حضرتك تشوف الموضوع بسيط ويعملوا إيه يعني؟ أو حد يقول لك طب خليهم ينزلوا كده أي حد شعبي في مصر ويقولوا لسكانه اتكلوا على الله احنا المصريين هناكلهم وانتم غزاة وشوف هيحصل لهم ايه؟ لا، ما ينفعش تقول دول كام نفر على بعض ما لهمش تأثير. انا عاملة هذه الحلقة تحديدا عشان اللي بيحصل ده مش سهل ومش هين، والحركة دي بدأت تشتغل على الشحن ضد المصريين، بدأت تشوه علم المصريات اللي كل جامعات العالم بتدرسه، بدأوا يزيفوا التاريخ ويغيروا ملامح المصريين القدماء. افكارهم دي هي اللي خلت شركة انتاج كبيرة زي نتفليكس تعمل فيلم تطلع فيه كليوباترا لون بشرتها اسود، وينشروا صور معمولة بالذكاء الاصطناعي للمصريين القدماء بملامح أفريقية. الحركة دي زي ما سمعتوا حاولت تعمل مؤتمر في أسوان من سنتين تعلن فيها عن أفكارهم على أرض مصر. فضلوا مستنين اللحظة لحد ما دخلوا المتحف المصري تحت عينينا ووقفوا يعلنوا أفكارهم من جوه المتحف ويقولوا إنهم الأصل وهم أصل وأساس الحضارة المصرية القديمة. نعمل إيه؟ نواجه الخطر ده ازاي؟ ده موضوع حواري مع المفكر الموسوعي الدكتور وسيم السيسي الخبير في علم المصريات. مساء الفل، وحشتنا جدا جدا يا دكتور. يا تأخر هذا اللقاء كثيرا، بس يعني ان تأتي متأخرا خير من ألا تأتي، وانا مبسوطة جدا ان حضرتك معانا النهارده. واللي حصل في المتحف المصري، مجموعة من حركة الأفروسنتريك بيعلنوا وفي وسط المتحف المصري ويتكلموا كلام غير لائق بالحضارة المصرية. صحيح وزارة السياحة قالت هم كانوا موجودين كسياح، وان الراجل ده اللي كان موجود كابا ده معرفش ولا مش عايزة افتكر اسمه اصلا، انه كان موجود كميني. كان موجود كسايح. ولكن المشهد ده حضرتك شايفه ازاي؟ انا شايفه ان احنا لازم نعرف الاهداف. هدف الولايات المتحدة الأمريكية، وهي طبعا محكومة بالصهيونية العالمية، وده مش كلامي، ده كلام بول فيندلي في كتابه الخطير من يجرؤ على الكلام، فهي عايزة تخلص منهم، خصوصا ان هم تجذروا وضبعوا ووصلوا للبيت الأبيض، يعني اكتر من اليهود نفسهم، يعني اوباما وصل الى هناك، فهناك رغبة في الخلاص منه. طب نعمل ايه؟ نسرق التاريخ اولا عشان نسرق جغرافيا بعد 100 سنه او 50 سنه. نسرق أو التاريخ 60 سنة. عشان نسرق بعدها جغرافيا. بالظبط كده. اسرق التاريخ المصري عشان اسرق ارضهم بعد كده. عشان بعد كده تبقى انتوا بلدكم مصر ولازم تروحوا مصر ونخلص منكم. رغبه الزنوج، وده كلامهم هم على انفسهم، يعني الدكتوراه اللي واخدها انتا ديوب او الشيخ انتا ديوب اللي هي الجذور الزنجيه في الحضاره المصريه، واخد عليها دكتوراه من السوربون. هم مسميين نفسهم كده الزنوج. فالزنوج برضو عاوزين يخلصوا من حكاية المواطن درجة تانية. فدي هوى عنده ان هو يسيب البلاد هين، زي ما اليهود بقى لهم دولة في فلسطين، بدأت برضو
سرقة التاريخ أولا، دي بلدكم وأنتوا شعب الله المختار وأنتوا أرض الميعاد ومش الميعاد، بعدها بالقوة الجبرية ركبوا على فلسطين وخدوا فلسطين، مع أن من كتابهم نفسه ربنا يقول لإبراهيم أعطيك أرض غربتك، يعني أنتوا أغراب في هذه البلاد وأن البلاد دي مش بلادكم. وأن وأن هم بيعملوا كده معانا البداية خالص، مصر دي بلدكم وأنتوا اللي عملتوا الحضارة دهيا، و الجذور الزنجية في الحضارة المصرية دي احنا واخدين عليها دكتوراه كبيرة. فإذا الهدف هو خطير جدا وهو احتلال. ويجي الاحتلال ازاي؟ من تجربة الهكسوس passive invasion او غزوة سلمية. احنا النهاردة 2 مليون في كيا مصر مثلا من الافارقة، بعد على 20 او على 2050 ممكن يبقوا 50 مليون، تعرفوش تتكلموا معهم. passive invasion من غير حرب ولا اي حاجه، ما تقدرش تتكلم ولا تقدر تخرجهم ولا بتاع. احنا نتحول الى رعايا ولسنا مواطنين، نتحول الى جاليه مصريه في وسط بلادنا مصر، لا نعرف نتكلم ولا نعرف اي حاجه. دي حركه ممكن يكون وراها جهات امنيه او جهات مخابراتيه؟ نعم، وراها جهات مثلا مخابراتيه الحركه دي ممكن؟ دي وراها اسرائيل، التمويل الفظيع اللي بيعملوه، وراها الصهيونيه العالميه، وراها امريكا نفسها انها عاوزه تخلص منهم، التمويلات الرهيبة جدا والفلوس الكتيرة اللي بيدوها لهم عشان يشتروا أراضي عندنا هنا. عشان كده أنا بح صوتي يا جماعة في حاجة اسمها حق انتفاع، بلاش التمليك، ويا جماعة حق انتفاع لعشر سنين ولا 15 سنة، اعملوا زي الدول العربية، مفيش حاجة اسمها تمتلك أرض ولا تمتلك ولا تمتلك شقة حتى، طبعا كلها ولا حق شقة انتفاع 99 سنة أقصى. خدوا بالكم، خدوا يعني التاريخ هو تجربة يعني تجربة الإنسان في عبر تاريخه، استفيد من انتكاساته وتعلم من إنجازاته، اتعلم. الرد عليهم إزاي بقى الجماعة دول؟ هو بالعلم، إنما مش بالعنتريات وبالكلام ودي بلدنا مش لا. ماكس بلانك انستيتيوت وده في ألمانيا، هذا المعهد ده خد نوبل برايز سنة 2022، ورئيسه واحد اسمه سافانتي بابو، اتنين من علماء هذا المركز، واحد اسمه وولف جانج هاك والتاني اسمه يوهانس كراوز، جم وعملوا دراسات عنيفة جدا هنا في حاجة اسمها أبو صير الملق تبع بني سويف. مومياوات من 1200 قبل الميلاد، واخد بال حضرتك، لغاية 600 بعد الميلاد، طلعوا بنتيجة خطيرة جدا تتحط في عينيهم، ليس هناك عرق أسود لغاية 600 بعد الميلاد. ليس هناك عرق اسود لغايه 600 بعد الميلاد. الا طب كنتوا فين؟ ده ال 30 اسره دي انتهت عند 332 قبل الميلاد، قبل يعني ما انتوا تظهروا اصلا بكثير. يعني 900 سنه من بعد مجيء الاسكندر، 300 قبل الميلاد لغايه 600 بعد الميلاد، 900 سنه لا وجود لكم. وبعدين هذا البحث يقول ان ظهروا على استحياء بنسبه 8%، 8% على استحياء، ويقولوا بسبب ايه؟ سببين. هم ماكس بلانك انستيتيوت بيقول كده، نمبر 1 سليف تريد، تجاره العبيد، ونمره 2 التجاره البينيه بين افريقيا ومصر، فدخل. انما عرق اسود. بينما هارفارد طلعت بان نسبه، وايه؟ هارفارد قالت ايه؟ يعني شوفي ماكس بلانك بيقول ظهروا بعد 600 ميلادي، يعني نقدر نقول شوفي بعد. انما هارفارد قالت ان لم يظهر العرق الاسود الا من 750 سنه مضت، يعني 1300 ميلاديه، مش 600 ميلاديه بقى، لا ده ما ظهروش الا بعد من بعد 1300 ميلاديه. طب انتوا كنتوا فين قبل كده؟ وطلعوا بنتيجه كمان ماكس بلانك انستيتيوت ان المومياوات اللي هم فحصوها جيناتها هي نفس جينات المصريين الحاليين. طيب هل بس كده؟ تعالي بقى اي حد بيسمعني دلوقتي يفتح النت ويقول امريكان جورنال اوف هيومن جينيتكس اللي هي المجله الامريكيه للوراثه البشريه، ويطلع تشابتر اسمه ايجيبشنز ان اول اوف اس، المصريون فينا جميعا. مين اللي كاتب الكلام؟ كامبريدج، وكامبريدج ثلاث علماء، مارك جوبلينج ولوكا باجاني وكوفرسيل، عملوا دراسات عنيفه جدا. هل البشريه انتقلت إلى آسيا وأوروبا ثم أمريكا بعد ذلك عن طريق مصر ولا عن طريق أثيوبيا؟ فطلعت إنها عن طريق مصر، along the last عبر 55 ألف سنة مضت.
وطلعوا وكتبوا الكلام ده. واي واحد كام 24 يونيو 2015 الكلام ده منشور على النت يقدر يطلعه. المجله اسمها امريكان جورنال فيو من جينيتكس، والتشابتر اسمه المصريون فينا جميعا كجينات. يعني احنا جيناتنا موجوده في اسيا واوروبا.